مع هيبة عادل إلى هذه النشرة أهلا بكم تتابعونا فيها العراق يرسل كتبا رسمية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات وتأكيد بأنها لن تؤثر على السيادة شكل فريق عمل تحقيق مستمر الاجهزه الاستخباراتيه اللي تعمل بجد واكيد سنصل الى الجنات ونحيلهم الى القمر. الناطق باسم القائد العام يؤكد ان نتائج التحقيقات بقتل المتظاهرين وقصف القواعد العسكريه ستعلن قريبا. موسيقى 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 وزن الخارجية الفلسطينية يزور بغداد غدا والعراق يدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد الاستيطان ظريف يشترط تغيير نهج واشنطن تجاه بلاده ورفع العقوبات عنها لإنجاح مفاوضات فيينا كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي عن ارسال ثلاثه كتب رسميه الى مجلس الامن الدولي بشان المراقبه الدوليه للانتخابات العراقيه قال الهنداوي للانباء العراقيه أن مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابيا جدا لافتا إلى أن العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف، وأضاف أن المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق، مشيرا إلى أن الحكومة ستتابع عمل مفوضية الانتخابات وتقدم الدعم لها مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة. في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المقبلة برزت مطالبات سياسية باعتماد البطاقة البيومترية من خلال تعديل قانون الانتخابات لأبعاد الشكوك وإنهاء الجدل الذي يثار في كل موسم انتخابي بشأن آلية التصويت إن شاء الله من الاعتماد على البطاقة البيومترية في الانتخابات القادمة وذلك لمنع التزوير مطالبات جاءت لتعديل قانون الانتخابات وسبب ضمان نزاهتها بما يبعد الشكوك والهواجس عنها لكي لا تكون سببا في عزوف المواطنين عن المشاركه فيها وتحذيرات من تاجيل جديد لموعدها المحدد عمليه تعديل القانون الان قبل موعد الانتخابات وحصر التصويت فقط بالبايومتري لا يؤثر على مجمل التواريخ الانتخابيه، لان عمليه التحديث فتحت اكثر من ثلاث اشهر وهي اطول فتره فتحتها مفوضيه انتخابات لتسجيل الناخبين. ورغم ان الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يكن وليد اللحظه. إلا أن المطالبة بها اليوم مع تعطيل مجلس النواب لجلساته التي وان عقدت قد تكون بنصاب غير مكتمل مما يصعب عملية تعديل القانون. إضافة أن أي تعديل يطرا على القانون سيجعل المفوضية بين مطرقة العودة إلى مرحلة تحديث سجل الناخبين وبالتالي الذهاب إلى تأجيل الانتخابات أو حرمان كل من لم يحدث بياناته من المشاركة فيها. تعديل قانون الانتخابات كما ينادي به البعض هو باعتماد بايومتريه كاساسا لتحديد شخصيه الناخب وهذه مساله صعبه من الناحيه الواقعيه، لذلك تجدين ان المفوضيه اكملت اكثر من 50% بطاقه بايومتريه وتركت صحيح ان قد يترتب على ذلك تزوير، لكن معنى ذلك اننا سندخل في دائره تاجيل الانتخابات من موعدها الحقيقي الى موعد اخر. المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بفقراته التي تخص مرحلة التصويت ومع المدة المتبقية على إجرائها يراها المختصون هي مطالبات بتأجيل الانتخابات تحت ذريعة قانونها هبة السوداني العراقي الإخبارية بغداد أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي أن القوات الأمنية قادرة على حماية المراكز الإنتخابية في البصرة عبر التنسيق المشترك مع مفوضية الإنتخابات. الماجدي أشار إلى تأمين قطعات إضافية من مختلف الصنوف إلى قاطع العمليات لتعزيز الأمن في المحافظة، وأضاف أن القوات الأمنية تطارد المطلوبين للقضاء في مناطق نهر العز والشاف شمال قطاع المسؤولية. أو قاطع المسؤولية مبيناً أنه تم تشخيص المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية وأنه تم إحكام الطوق الخارجي للمحافظة عبر السيطرات أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء رسول أن نتائج عمل اللجان التحقيقية بقتل المتظاهرين والقواعد العسكرية ستظهر قريبا بعد إكمال الجهد الاستخباري عمله رسول أوضح في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الإعلام الأمني أن القائد العام وجه بتنفيذ عمليات استباقية واستخبارية ضد داعش الإرهابي في جميع قواطع العمليات السيد القائد العام للقوات المسلحة تعرف خاصة في المرحوم الشهيد إيهاب الوزني شكل فريق عمل، اكو تحقيق مستمر الأجهزة الاستخباراتية تعمل بجد وأكيد سنصل إلى الجنات ونحيلهم إلى القضاء. توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة هو الاستمرار بتوحيد الجهد الاستخباراتي والقيام بالعمليات النوعية والاستباقية خاصة فيما يخص بقايا عصابات فلول داعش الإرهابية ضبط 202 عبوة ناسفة هاي من خلال قطاعاتنا اللي موجودة في قيادات العمليات ضبط أوكار ومخابئ أعتداء وأكداس 963 معالجة قذائف وصواريخ 130 وقتل 20 إرهابي هذا خلال شهر من خلال قطاعات الجيش اللي تقوم بعمليات مستمرة بعمليات ملاحقة من جهته كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي عن عقد اجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين بين الجانبين العراقي والأمريكي لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي ضيفا أن العمل مستمر لضبط الحدود مع سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي الاجتماع المهم اللي حدث يوم الخميس بين القائد العام للقوات المسلحة والجنرال ماكنزي واكدوا في هذا الاجتماع انه تم الاتفاق على ان يكون عقد اللجان الفنيه اللي سوف ان شاء الله في الاسبوعين القادمه واللي يتم في خلالها مناقشه العلاقه المطلوبه وكذلك الحوار بين الجانبين وخصوصا فيما يخص جداول والانسحاب هناك ايضا اهتمام كبير من قبل قياده العمليات المشتركه بالحدود العراقيه السوريه هذا الملف مهم جدا بالنسبه لنا بعض الثغرات الامنيه موجوده نعمل مع قوات التحالف الدولي ايضا التي جهزتنا ببعض الاجهزه والمعدات وكذلك الحشد الشعبي وايضا وزاره الموارد المائيه وايضا يوم 24 5 هناك دفعه جديده من الاستلام من قبل التحالف الدولي هذه المواد تسهم اسهام كبير في منع التسلل والخروقات الامنيه التي قد تحدث اليومين ان شاء الله اليومين القادمه راح يتم المباشره بالمرحله الثانيه وهو رفع اكثر من 120 سيطره هذا بالتاكيد يسهم اسهام كبير في اولا تخفيف الزخم المروري اللي حاصل داخل مدينه بغداد وايضا هو نوع من العمل والاستقرار الامني اللي تشهد مدينه بغداد سحب القوات القتالية والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة أبرز ما ستتضمنه الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة بوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن العراق والولايات المتحدة الأمريكية يتفقان على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة بين الطرفين لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي التي ستتضمن دراسة وتقييم مهمة التحالف الدولي وجدولة انسحاب القوات الأمريكية وشكل الشراكة المستقبلية بين العراق والولايات المتحده الامريكيه. تم الاتفاق في الاسبوعين القادمين على عقد اجتماع مهم وموسع بين اللجان الفنيه من كلا الطرفين والجانبين لتقييم الاداء وايضا للنظر في كافه الامور والمتعلقات بين الطرفين. سوف يناقش كل الامور والمتعلقات الخاصه بين الجانبين، من ضمنها ايضا جدوله الانسحاب. نواب عن لجنه الامن والدفاع النيابيه اكدوا ان العراق حقق مراحل متقدمه من الحوار الاستراتيجي لخروج القوات القتاليه الاجنبيه من البلاد ومن بينها القوات الامريكيه والاعتماد على مبدا الدعم التسليحي واللوجستي لرفع القدره القتاليه لقوات الامن العراقيه وهذا ما اشار اليه متخصصون في الشان الامني وصلنا الى مراحل متقدمه من الحوار الاستراتيجي لخروج القوات القتالية لقوات التحالف ومن ضمنها القوات الأمريكية وخاصة بعد أن وصل وفد من حلف الناتو للدعم اللوجستي والتدريب وهذه الاتفاقيات تعتبر تقريبا الاتفاقيات النهائية سيكون هناك دور كبير للجان الفنية في استلام المعدات والعجلات والأسلحة الخاصة بالقوات القتالية لقوات التحالف التي سوف تسلم الى الجيش العراقي العراق الان غير محتاج الى وحدات مشاط قتال بريه على الارض بقدر ما هو محتاج الى دعم لوجستي دعم بر بري دعم جوي دعم تسليحي تجهيزي تطويري اعتقد ان العراق محتاج الى مثلا تطوير منظومته الدفاعيه في الدفاع الجوي لذلك العراق محتاج الى تسليح الى تجهيز الى تطوير الى تدريب الى توامه التجربه العراقيه الامريكيه في رفع مستوى التجهيزات العسكريه وكانت القوات الامريكيه هي قد سلمت عددا من القواعد العسكرية التي كانت تشغلها في بغداد وعدد من المحافظات إلى قوات الأمن العراقية كخطوة مهمة لخفض عدد قواتها العسكرية في البلاد وإعطاء مهمة تدريب وتهيل القوات العراقية إلى التحالف الدولي من خلال مدربين ومستشارين عسكريين من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية فرقه الرد السريع في قطع عمليات كركوك وقضاء خرماتو نفذت عمليه امنيه للقضاء على الخلايا النائمه لداعش الارهابي وتدمير اوكارهم وقطع مناطق تحركاتهم لحدود محافظه صلاح الدين واشار البيان الى ان القوه تمكنت من تدمير وحرق ثلاثه اوكار كانت العناصر الارهابيه تستخدمها لشن هجمات بين الحين والاخر القطاعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من الاستيلاء على أربعة مخابئ للأسلحة والأعتداء خلال عملية أمنية جاءت لتفتيش جزيرة وادي الثرثار وملاحقة الإرهابيين ضمن توجيهات قيادة العمليات المشتركة ومع السيد وزير الدفاع باشرت قيادتنا حقيقة بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات محافظة صلاح الدين في غرب وادي الثرثار وتم العثور على اربع اكداس تفونت تحت الارض تحتوي على الاسلحه اللي معرضه امامكم اللي هي 12 7 10 ملم صالح للاستعمال ومسدس كلوك محور كاتم صوت وعلى الاعتداء اللي هي اعتاد 74 حاوي اعتاد حادي 12 7 10 ملم وعبوات ناسفه وقنابر هاو 60 ملم ومواد تفجير اسلاك ومطاريات وكذلك مواد غذاء غذائيه كثيره حقيقه بكميات كبيره عفوا في هذه المناطق فيما نفذت قطاعات الحيد الشعبي عمليات أمنية لتفتيش المناطق المحاذية لضفاف نهر دجلة والجزرات الوسطية جنوب تكريت في ظل تنسيق عالي المستوى بين القطاعات العسكرية من ضمن هذا القاطع توجد جزرات على ضفاف نهر دجلة أه، توجد فيها عناصر إرهابية مهمة اللواء وهم، مهمة عمليات اللواء أنه متابعة هذه العناصر الإرهابية والخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق و... ملاحقة فلول داعش الارهابيه. طبعا عملياتنا مستمره وجهدنا الاستخباري مستمر. المقاتلين على اتم الجهوزيه القتاليه ولدينا عده عمليات نفذ اللواء عده عمليات من متابعه اوكار داعش الارهابي ومن خلال هذه العمليات لدينا تنسيق عالي مع قياده عمليات صلاح الدين، قياده عمليات الجيش والاخوه الشرطه الاتحاديه ولدينا معلومات استخباريه ومتابعه داعش الارهابي. هذه العمليات العسكرية جاءت استكمالا للعمليات ضمن قاطع محافظة كركوك والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال عمليات التحرير عمر العزاو العراقية الإخبارية صلاح الدين في كركوك أخمرت فرق الإطفاء حريقا اندلع في محطة بابا جرجر وسط المدينة وقال مدير الدفاع المدني أن سبع فرق إطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع بخزان أثناء عملية تفريغ الحمل دون أضرار بالخزانات الأرضية انضم الينا مراسلنا رودي انور اهلا بك من كركوك رودي هل من تفاصيل أض... اضافيه عن الحريق في محطه بابا غرغر لتجهيز الوقود وما حجم الخسائر والاضرار بالتاكيد العمليه كانت هي تفريغ الحريق كما ذكرتم من قبل التهريج بسعه 36000 لتر خلال خلال التفريغ في الخزان الاول التي تمت بكل ثلاثه لكن عند التفريغ في الخزان الثاني كان هناك احد يعني مثلا كماس كهربائي في العداد ثم عن نشوب حريق في الطريق لكن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول الى مكان الحادث وح وحيث شاركت فيه يعني فرق شركه نفط الشمال وفرقة الطاقم التجاري النفطي وايضا فرق الدفاع المدني وتمكنت من السيطره على الحريق على دفعتين بحيث يعني تمكنت من عدم وصول هذه الالسنه الى الاحواض الارضيه وايضا تمكنت يعني من اخماده بالكامل فكانت الخسائر حتى الخسائر ليس هناك خسائر كبيره سوى التهريج وايضا مركبه مدنيه واحده حتى العدادات التي تعمل كلها سليمه لا توجد هناك اضرار كبيره وعند سؤالنا حول ما اذا كانت يعني تؤثر على عمليه توزيع الوقود في كركو منتوجات نفطيه اكثر لا اشكال على ذلك ولا سوف يعني يؤثر بشكل سلبي على آه هذه آه المسألة أو توسيع الوقود المواطنين طيب رودي هل وصل الدفاع المدني إلى أسباب اندلاع هذا الحريق؟ آه كما ذكرنا بانه يعني الاحتمال الاول الذي هناك طبعا آه التحقيقات جاريه حتى الان لكن الاحتمال الاول كان هو عند آه توجه في تفريغ آه نصف الحمل الثاني بحيث انه تمكن من يعني تفريغ نصف الحمل الاول بدون اي مشكله، لكن عند التحول الى تفريغ النصف الثاني من الحمل من البنزين كان هناك اكمال كهربائي في احدى العدادات الخاصه باحدى الاحواض مما تسبب هذا الحريق، لكن هذا هو الاحتمال الذي شرحه لنا يعني فرق الدفاع المدني، لكن التحقيقات زالت مستمره لمعرفه تفاصيل اكثر عن سبب نشوب هذا الحريق. طيب الي اي مدى تصل حتى هذه دل... لا يوجد هناك يعني لا توجد هناك اي خسائر بشريه كما ذكرنا الاضرار هي بالصهريج الذي كان ينقل ماده البنزين وايضا احدى السيارات المدنيه ايضا يعني عند سؤالنا من دائرة من كركوك اكدوا لنا بانه المحطه ستعود وتعمل خلال يومين بعد اصلاح ما تم يعني الاحتراق يعني بعد تنظيف المحطه وايضا إخراج المواد التي احترقت خارج المحطه خلال يومين ستعود المحطه لا. الى العمل باعتبار بانه تمت السيطره على السنه اللهب قبل ان تصل الى الاحواض الارضيه لا سمح الله والتي كانت تسبب كارثه في المنطقه. نعم رودي انور مراسل العراقيه الاخباريه من كركوك شكرا جزيلا لانضمامك الينا. أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا. المنظمة دعت إلى ضرورة مواصلة التحرك بحذر في مواجهة الجائحة خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت في الهند وانتشرت في دول أخرى، مؤكدة ضرورة تجنب السفر الدولي ومراجعة قرار تخفيف الإجراءات التي فرضت للحد من الوباء. اقبال متزايد على التطعيم بلقاح كورونا تشهده مختلف المنافذ المخصصه لهذا الغرض وادعى مواطنون الجميع للتطعيم من اجل انحسار الاصابات وعوده الحياه الطبيعيه بعيدا عن قيود واجراءات كورونا ازدياد الإقبال على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بمستويات تتصاعد تدريجيا تشير وزارة الصحة إلى تأمين كميات كبيرة من اللقاحات للجرعتين الأولى والثانية فالملقح بالجرعة الأولى بأي نوع من اللقاحات المتوفرة سواء فايزر أم سينوفارم أم أسترازينيكا يتم تأمين جرعته الثانية من نوع اللقاح نفسه أربع لقاحات اعتمدت في العراق من قبل اللجان الاستشارية المختصة ثلاثة منها حاليا متوفرة هي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا من خلال مرفق كوفاكس وكذلك لقاح فايزر بايونتك، طبعا قد يكون هناك اعتمادات للقاحات اخرى مستقبلا سنعلن عن ذلك. كل شخص ياخذ الجرعه الاولى تؤمن وتحجز له الجرعه الثانيه من نفس اللقاح وبموعد محدد في نفس المنفذ التلقيحي، فمن هذه الناحيه احنا ملايين الجرعه تصل بشكل اسبوعي شحنات اه الى وزاره الصحه وتوزع على دوائر الصحه واقليم كردستان. ولعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي بعيداً عما سببته الجائحة من ضغوط عدة، يشجع مواطنون على ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بجرعتيه، فضلاً عن تكاتف الجميع لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع برمته لانحسار انتشار الوباء قدر المستطاع. مستمر بهذا اللقاح في سبيل حتى نقدر نقضي على هذا المرض وبنفس الوقت هم نرفض الكمامه ونرجع الى حياتنا الطبيعيه ولذلك احث المواطنين كلهم اليوم تعدون عن الاشعه وعن الترويج اللي هو يحكي ضد التلقيح يوم الاحد انه انا عندي الموعد انه راح اخذ اللقاح حتى اكون امن مع الناس امن نفسي وبنفس الوقت امن الناس المقابل عائلتي ومنهم نفس الشيء اكثر هسه المسنين دا يصاب ويموت واكثرهم عزيزين على قلبنا فانصح انصح انصح انه يعني ياخذون اللقاح لان انا واحد من الناس عائلتي كلها متلقحه ورغم ارتفاع اعداد الملقحين بمختلف منافذ صرف اللقاحات فان الجهات الصحيه تؤكد بصوره مستمره على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحيه والوقائيه من ارتداء الكمامات والتباعد البدني فضلا عن الاستمرار بعمليات التطعيم للحفاظ على بيئه صحيه اقل خطوره من بغداد سجا جاسم العراقيه الاخباريه وفي تلافر تشهد المراكز الصحية إقبالا من قبل المواطنين على أخذ لقاحات كورونا الملكة الصحية في المحافظة دعت المواطنين للإسراع في عملية التطعيم للعودة إلى الحياة الطبيعية والتخلص من تداعيات الفيروس منافذ التلقيح في مدينة اللافور تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يرومون أخذ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في خطوة جاءت نتيجة التشجيع الكبير من قبل الجهات الصحية إضافة إلى تسلح المواطنين بالوعي الصحي لضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها والتخلص من تداعيات أزمة كورونا لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد في ال... قبول أخذ واستلام اللقاح نظرا لكثرة الإصابات هذه نقطة نقطة ثانية أنه شاهدوا دول العالم اللي استلموا اللقاح قلت الإصابات عدهم نهيب بأخوتنا الموظفين وكل العاملين في القطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى الذين يتلامسون مع الناس ولديهم اهتمام كثير بهذا الموضوع. أن يأخذوا هذا اللقاح لكي نقلل من حجم الخطر مواطنون من أنحاء مختلفة في محافظة نينوى ممن سجلوا في هذه المنافذ أكدوا أنهم تلقوا اللقاح بنجاح وبإجراءات مبسطة وعلى أيدي تدربت لإعطاء جرعات اللقاح الحل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها هو أخذ اللقاح. اللقاح ليس فيه مضاعفات على عكس ما يشاع بين الناس انه هناك مضاعفات قويه او خطيره لا هناك مضاعفات جدا قليله كاي سخونه عاديه وهناك اشخاص لا يؤثر عليهم اساسا هذه المضاعفات كما قلت انه الحل الوحيد لعوده الحياه الى طبيعتها هو اللجوء الى منافذ تلقيح يأخذ اللقاح الحمد لله اليوم اخذت الجرعه الثانيه مع لقاح كورونا والحمد لله ما صار اي تاثير بس بعد شويه الحراره واتمنى كل الناس يجون ياخذون هذا اللقاح واتمنى من الكل ان شاء الله انه ياخذون هذا اللقاح حتى نرجع لوضعنا الطبيعي وترجع الحياه ان شاء الله مثل ما كان الملاكات الطبيه اكدت انها تعمل بوتيره عاليه بغية تحقيق مستوى افضل في اعداد الذين سيتلقون اللقاحات والتخلص من الاصابات ومن خطر كورونا من محافظه نينوى فاضل العراقيه الاخباريه أكدت وزارة الموارد المائية أن انخفاض مناسيب المياه لا يشكل خطرا مشيرة إلى أن محافظة ديالى من أكثر المحافظات تضررا من شح المياه تحدث باسم الوزارة علي راضي أوضح أن الموسم الزراعي الصيفي سيبدأ خلال الأيام العشرة المقبلة مما سيدفع الوزارة لإطلاق كميات من المياه من السدود الأمر الذي سيحسن مناسيب نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن عودة مناسيب النهرين بالارتفاع لا تعني أنه لا يوجد شح مائي، وإنما الإطلاقات المائية تأتي من أجل تأمين الخطط الزراعية. بعد الانخفاض الكبير في مناسيب المياه بنهري دجله والفرات، وزاره الموارد المائيه تعزو هذا الانخفاض الى السيطره على المياه وضبطها من اجل الموسمين المقبلين، فيما دعا وزير الزراعه الى اعتماد طرق الري الحديثه من اجل الحفاظ على المياه وضمان استثمارها على نحو افضل. وزاره الموارد المائيه تعزو انخفاض مناسيب نهر دجله الى خطه مصطنعه من قبلها وضمن سياستها التشغيليه لتأمين خزين مائي للخطتين الزراعيتين للموسمين الصيفي والشتوي. حالياً مقلصين الإطلاقات للاستفادة منها بالصيف يعني حاجتنا أكبر فراح تظهر تتحسن الجريان بالأنهر وراح شاهدونه خلال بداية الشهر القادم إن شاء الله وبداية الموسم الصيفي المزارعون ومربو الأسماك متخوفون من ضرر قد يصيبهم نتيجة انخفاض مناسيب المياه ويطالبون بحلول حقيقية انخفاض منسوب المياه له تأثير جدا كبير جدا كبير علينا علينا وعلى المزارعين وعلى الفلاحين تنظيف الأنهور الجزرات، إزالة الجزرات، الاهتمام بموضوع السدود، موضوع الخزن، الخزن بصورة صحيحة، الإطلاقات بصورة صحيحة، تنظيف النار هو الغير مجازة شحة المياه آه، بدت يوم عن يوم يفقد المزارع الزراعة والمحاصيل فنطلب من وزارة الموارد المائية ومن دولة رئيس الوزراء أن يدعمون الفلاح من ناحية المياه وزير الزراعة يطمئن المزارعين بأن أزمة المياه مسيطر عليها في الوقت الحالي وأن الأسبوع المقبل ستعود المناسيب إلى ما كانت عليه بعد ضخ وزارة الموارد المائية كميات إضافية فيما يدعو الوزير الفلاحين إلى مواجهة الأزمة باعتماد منظومة الري الحديثة إسوة ببقية دول العالم تقنيات الحديثة بالري توفر لنا أربعين بالمئة من واردات المياه يعني جانب التركيا أيضا يعني كان عنده ملاحظات على الهدر بالمياه داخل العراق الهدر بالمياه يقول لك استخدم طرق حديثه سواء بالبستنه او محاصيل الخضر وغيرها يعني، فعمليا التشجيع على هذا النوع الزراعه يعني واجب على وزاره الزراعه، واجب على دوائر الارشاد الزراعي، التعاون مع اتحاد الجمعيات الفلاحيه. الجارتان تركيا وايران لا تراعيان حقوق العراق المائيه بحسب معنيين، فالواردات المائيه القادمه من الاولى لنهري دجله والفرات انخفضت بمقدار 50%. بالمئة أما الثانية فحولت بعض الروافد إلى داخلها منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالا ووزارة الموارد المائية تؤكد أن الأمر سيولد مشكلة بالمستقبل وليس في الوقت الحاضر على الأحمد العراقية الإخبارية بغداد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عبود العيساوي حذر بأن زراعة الشلب في العراق ستتضرر بسبب شحة المياه في نهري دجلة والفرات داعيا وزارة الموارد المائية لإطلاق الخزين المائي لدعم المزارعين في تهيئة الموسم المقبل المشكلة هي عندنا بزراعة الشلب خاصة في محافظات النجف والديوانية والناصرية والسماوة يعني شلب يعتبر نبات مائي يحتاج مياه كثيره. والان احنا محتاجين اطلاقات مائيه لانه معروف زراعه الشلب هنالك عمليه ترطيب الارض يعني بعد بعد الحصاد من الحنطه من اجل عمليه كرابها وتهيئتها حراثتها بالشكل الجيد. وهناك اصناف اصناف يعني مبكره بالزراعه لذلك تحتاج المياه احنا نطالب وزارة الموارد أن تطلق الخزينة اللي عدها خلال هذه الأيام لكي يستعد المزارعين الفلاحين لموسم موسم القادم بشكل المطلوب لذلك إحنا نستغل هذه المناسبة لتأكيد على أن السياسة الداخلية يجب إعادة النظر بها في موضوع الموارد وموضوع الزراعة والتقنيات وتبطين الأنهر ومنع التجاوزات وكذلك استبدال يعني زراعات جديده يعني شلون محاصيل تتحمل العطش استبدالها وبالتالي تقنيات حديثه بهذا الجانب يدخل بها الارشاد الزراعي لساعات طويله تغيب الكهرباء عن العائلات العراقيه لتتركها امام معاناه حقيقيه في ظل ارتفاع درجات الحراره الى مستويات عاليه اعمال صيانه وادخال للمحطات الجديده الى الخدمه وغيرها كلها لم تخفف من الازمه بل يرى الكثيرون عكس ذلك اي زياده في ساعات الانقطاع على غرار السنوات الثماني عشره الماضيه هذا المشهد لن تراه إلا في المحافظات المتضررة من الكهرباء فأكثر من عقد ونصف العقد حال هذه المنظومة لم يتغير فساعات التجهيز في فصل الصيف في تناقص مستمر أما المواطن فبات تحت رحمة المولدات الأهلية خلف الله يعني بالمولدة الله يستر عليه عم شاطر علينا بالمولدة ما ما اسوي 20 15 10 عم نعم الله عليه ما يجازي ما يجازي كهرباء يم بالمولد الوطني لا تسولف بيها هاي المحوله يوميه طاقه يعني يوميه اول شيء بالبدايه كانت 40 بيت على هاي المحوله هسه كل من عائله تقسمت ما شاء الله عوائل كثرت صارت 90 بال 90 عائله احنا بمنطقه البنوك محل 315 اكثر من سنه الراجع يوميه تعال حتى فلوس نعطيناهم محوله قدرتها 250 الريد يابا اقول لهم تعالوا تعالوا خلونا نحول قدرتها اكثر ماك وكالمعتاد تهالك شبكات التوزيع والفساد الاداري في بعض دوائر وزاره الكهرباء على مدى السنوات الماضيه حالت دون معالجه هذه المنظومه فضلا عن عدم وضوح ملف الغاز الايراني في وقت اكدت دائره كهرباء بغداد اصلاح جميع المحولات المعطله في العاصمه لكنها ليست كافية لزيادة ساعات التجهيز التي تحتاج المزيد من المعالجات لزيادتها مشروع فك اختناق شارع فلسطين ويتضمن المشروع نصب محطات صندوقية ساعة 630 كي في اي بعدد 35 محطة صندوقية والغاية من المشروع هو التقليل عطب المحولات وزيادة وثقية الشبكة واستقرار التيار الكهربائي المشكلة بالعراق المشكلة بالتوزيع الطاقة الكهربائية حيث هناك يوجد فقدان لوسز بالطاقة الكهربائية تجاوز 58% بسبب تهالك الشبكات القديمه، الحل الجذري هو تهيل الشبكات المتهريه المتهالكه القديمه وفك الاختناقات الشبكه الكهربائيه وادخال المقاييس الذكيه لجبايه الاموال لديمومه الشبكه الكهربائيه رب سائل إن يسال بعد نجاح الحكومه في كشف بعض ملفات فساد وزاره الكهرباء والقبض على المدانين هل سيلمس المواطن التحسن المنتظر لمنظومه الكهرباء؟ وهل ستبقى المولدات الاهليه الحل الدائم للازمه المستعصيه؟ ام في جعبه الوزاره حلول تخفف حراره الصيف اللاهب؟ من بغداد حسن الفواز العراقي الاخباريه كورنيش الكوفه المتنفس الوحيد لابناء المدينه، يعاني الاهمال منذ عده اعوام، مواطنون طالبوا الجهات المعنيه في المحافظه بتحسين واقع الكورنيش الذي تملؤه النفايات. ما ان تغرب الشمس يفتح نهر الفرات ذرعانه لاحتضان ضيوفه الذين يرومون التعلل عند جرفه بعد نهار طويل ومتعب لكنهم يصطدمون بواقع الكورنيش الذي يعاني الاهمال منذ سنين طوال النفايات تملا المكان والخراب يعكس صوره غير حضاريه عن واقع مدينه احتضنت نهرا ارتبط اسمه بتاريخ بلادي ما بين النهرين احنا يقول الماء والخضراء من الامور الترفيهيه مناطق طبيعيه جميله بطبيعتها بس تحتاج الترتيب من قبل القائمين على المجال هذا بالحقيقة يعني ما جاي يلبون طموح الناس من ناحيه جاي تشوف انت يعني يراد لكري النهار يراد لترتيب اطرافه منذ سنين طوال وهذا المكان يعاني من اهمال متراكم، فعيون المعنيين لا تبصره، والسبب غير معروف الا عند نزر يسير متمكن من سبر اغوار السياسه ودهاليزها النفعيه، ليخلف تساؤلات عديده عند المواطن، ما هي الغايه؟ قبل فتره كان هو فشيء مرتب، الناس مسويه جلسات وقعده حلوه عربيه، يعني فشيء مرتب. اجت الموارد المائيه قالوا هذا الكورنيش كون ينشال هاي الجلسات كلها تنشال انتم متجاوزين على الشط انت من الذني المفروض انت تطلع كادر عندك او تطلع عندك ذني الحفارات البرمائيه اللي ينزل وين تجيب حجرة رصفة هذا من جانبهم شكى المواطنون الحاله من واقع متنفسهم الوحيد سيما في فصل صيف لاهب تصل فيه درجات الحراره لاكثر من خمسين درجه مئويه مطالبين الجهات المعنية بوضع حد للإهمال على أن لا يكون الموعد كمواعيد عرقوب والله يا ريت يعني يا ريت يعني يكون يتنظف كذا الكورنيش فشي جميل يعني ومعلم المدينة الكوفة متنفس للشباب هنا مدينة الكوفة يعني بعد البلدية هي غير شغلها غير تشوف هناك ترتب المكان يعني سان الكوفيات كلها مرتبة هذا هناك المكان ليش مهمل يعني هي من واجبها تسوي هذا الشيء من النجف الأشرف أيمن الشريفي العراقية الإخبارية بحث وزير الخارجية فؤاد حسين في اتصال هاتفي أجره مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية الدفع بها لمدايات أوسع، وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل تعزيز العمل ضمن آلية التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وبشان القضية الفلسطينية أشاد وزير الخارجية بمساعي مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصدرت وزارة الخارجية بيانا رحبت فيه بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مشيدة بالجهود العربية والدولية لتحقيق ذلك، لا سيما المساعي التي قدمتها جمهورية مصر. وقالت الوزارة أن المواقف الشجاعة للشعب الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه ومقدساته كانت ولا تزال عنوان تضامننا ووقوفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت ضرورة التوصل لحل عادل وشامل لهذه القضيه المحوريه ويصل إلى بغداد غدا الأحد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في زيارة رسمية يسلم خلالها رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس جمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل أن الزيارة تهدف إلى تفعيل العمل السياسي العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية التنسيق المشترك لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي هذا ورفض العراق السياسات الاستيطانيه والعدوانيه الراميه لاحداث تغيير ديمغرافي وعرقي في الاراضي الفلسطينيه المحتله جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للعراق لدى الامم المتحده محمد بحر العلوم خلال الجلسه العلنيه للامم المتحده حيث عد العدوان الاسرائيلي انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمواثيق والقرارات الدوليه وعائقا امام عمليه السلام في المنطقه ووجه بحر العلوم دعوه الى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه السياسات والاعمال الاستيطانيه والعدوانيه واستعاده حقوق الشعب الفلسطيني المشروعه طبقا لقرارات مجلس الامن والامم المتحده قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه لا سلام الا باعتراف المنطقه بحق اسرائيل بالوجود، بايدن اشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي الى ان الولايات المتحده ملتزمه بحل الدولتين، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي الى المساعدة في اعادة اعمار قطاع غزه. من جانبها وجهت الرئاسه الفلسطينيه انتقادات شديده اللهجه الى اسرائيل على خلفيه التطورات الاخيره في القدس متهمه اياها بتقويض الجهود الدوليه الراميه لتهدئه الوضع في المنطقه الرئاسة في بيان قالت أن استمرار سياسة الاقتحامات والاعتداءات استفزاز غير مقبول ويعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى المساعي الدولية التي بذلت للوصول إلى تهدئة ووقف العنف وتصعيد في الأراضي المحتلة هذا وكانت مواجهه قد اندلعت بين المصلين وقوة الاحتلال الاسرائيلي في اعقاب اقتحامها باحات المسجد الاقصى وحسب وسائل اعلاميه فان المواجهات اسفرت عن اصابه عدد من المصلين جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي وعززت قوات الاحتلال نقاط وجودها في محيط حي الشيخ جراح وخارجه وشددت من قيودها المفروضه الذي اعلن عن مد او منع دخول الاشخاص ووسائل الاعلام اليه. يسود الهدوء أرجاء قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار بعد أحد عشر يوما من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير واسع في البنية التحتية إذ لم تسجل أي غارات أو قصف مدفعي إسرائيلي كما لم يسجل إطلاق أي صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية باتجاه الأراضي المحتلة ما يعني التزاما تاما بالهدنه، وشهد قطاع غزه منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ احتفالات واسعه بانتصار المقاومه. هذا وطالبت وكالات الامم المتحده لتوفير امدادات طبيه عاجله وتسهيل وصولها الى قطاع غزه، مضيفه ان وجود الالاف من المصابين الفلسطينيين يحمل المنشات الطبيه ما يفوق طاقتها. ماريغريت هيريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت خلال إفادة للأمم المتحدة عبر الإنترنت أن هناك أكثر من ثمانية ألاف وخمسمائة مصاب إضافة إلى مائتين وسبعة وخمسين شهيدا مطالبة بتسهيل فوري لوصول المساعدات الطبية وموظفي الإغاثة إلى قطاع غزة بعد أن استهلك نحو نصف مخزونات الأدوية الضرورية دعا خبراء الامم المتحده المعنيين بحقوق الانسان المحكمه الجنائيه الدوليه لفتح تحقيق في الهجمات على المدنيين خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وقال الخبراء في بيان مشترك ان الصراع ادى الى تدمير غير مسبوق لبيوت المدنيين وللبنيه التحتيه بما في ذلك شبكه الكهرباء، واشاروا الى ان القصف العشوائي الذي استهدف المدنيين يعد جريمه حرب. قال وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده تنتظر من الرئيس الامريكي جو بايدن اتخاذ قرار لاحداث تغيير اساسي في نهج واشنطن تجاه طهران كشرط لازم لانجاح مفاوضات فيينا. ظريف اشار الى التوصل لاطار اتفاق يضم رفع العقوبات الامريكيه عن ايران معتبرا ان استمرار اجراءات الحظر الامريكي كوسيله ضغط من قبل اداره بايدن امر غير مقبول. قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمد واعضي أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي أحرزت تقدما جيدا واعضي أشار إلى أن جهود الفريق التفاوضي في فيينا ستتواصل مع التركيز على المصالح الوطنية حتى تتحقق النتيجة وإقرار حقوق الشعب الإيراني مضيفة أن المساعي تتركز على أجبار الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته ورفع الحظر أعلن الجيش السوداني وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات حماة النيل التي تستمر فعاليتها من السادس والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي وقال الجيش في بيان أن هذه المناورات تأتي في إطار التعاون التدريبي المشترك بين البلدين وتهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين في هذه الاثناء حذرت مصر من تنفيذ اثيوبيا الملء الثاني لسد النهضه معتبره انه يخالف تعهداتها في اتفاق اعلان المبادئ وقال وزير الخارجيه المصري سامح شكري ان بلاده لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائيه مشيرا الى ان مضي اثيوبيا في اراده منفرده سيؤدي الى التشاحن ويزعزع الامن والاستقرار في افريقيا قتل سته اشخاص في تفجير قنبله خلال تجمع حاشد لدعم الفلسطينيين جنوب غربي باكستان، وقالت الشرطه الباكستانيه ان القنبله التي كانت ملصقه بدراجه ناريه استهدفت سياره زعيم الحزب الديني الذي نظم هذا التجمع، واشارت الى ان القنبله انفجرت اثناء مغادره الناس بعد انتهاء الحشد في مدينه شمان القريبه من الحدود مع افغانستان. ضربت سلسلة من الزلازل بقوة سبع درجات وأربعة أجزاء الدرجة مقاطعتي يونان وتشينغاي في الصين وتسببت بإصابة 22 شخصا فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بعدد من المنازل وفقا لما نقلته وزارة إدارة الطوارئ الصينية مشاهدينا تابعتم في هذه النشرة العراق يرسل كتبا رسمية إلى مجلس الأمن لمراقبة الانتخابات وتأكيد بأنها لن تؤثر على السيادة شكل فريق عمل أكو تحقيق مستمر الأجهزة الاستخباراتية تعمل بجد وأكيد سنصل إلى الجنات ونحيلهم إلى الطفل. الناطق باسم القائد العام يؤكد أن نتائج تحقيقات بقتل المتظاهرين وقصف القواعد العسكرية ستعلن قريبا وزير الخارجية الفلسطينية يزور بغداد غدا والعراق يدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد الاستيطان يشترط تغيير نهج واشنطن تجاه بلاده ورفع العقوبات عنها لإنجاح مفاوضات فيينا شكرا للمتابعة إلى اللقاء